في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون أعلم أن هذه الكلمات وردت من طرق أخرى من طرق طيبة بعدد الإضغام في جهل ذلك واركب معنا وبالإضغام لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر الفيل لست بين هنا حرف البسملة وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi kalau kita mau memendekkan mad munfasil, maka hukum membaca basmalah dalam awal surat itu adalah wajib. Jadi tidak mukhayyar, tidak ada opsi tiga, tapi hanya satu saja yaitu wajib. Amma dalil ala adam an basmalah qabla surat bara'ah minha hadith athar ibn Abbas. Lakin man ya'mal? Mada naqul? Man ya'mal? Fi ghunna. Limada? Lian hada idgham naqis. An nabdu lak hada lil nihaya. Tarakt juz' min al-harf qahir. جزء من الحرف لا أستطيع أن أقول من يعمل لأن الحرف مختفي يعني لكن هو جزء من الحرف فقال العلماء نعوض هذا الجزء بمجرد غنة في الخيشوم ما baca dalam huruf-huruf atau dalam kalimat-kalimat ini dalam kata-kata ini dengan isba atau dengan 6 harokat. Jadi yang 2 harokat yang diperbolehkan dalam syatibiyah tidak diperbolehkan ketika kita memendekkan mad munfasil. Wal-libha. ففي القراءة يلهث ذلك هذه القراءة وفي القراءة يلهث ذلك عند قصر المنفصل الإدغام واجب نقول أوجد يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا إذا أصبح الإدغام واجب عند مد المنفصل كما تشاء ورد فيها الإدغام ورد فيها الإظهار ما فيها مشكلة لكن عند قصر المد المنفصل الإدغام واجب لا يجوز لك إلا الإدغام آلان الذكرين الله هذا الحكم الثامن بعد ذلك وفي موضعي آلان الذكرين مع الله عدلها مع هذا الرقم وأشمل وجود الإشمام الذي أنزل الزكاة في قلوب المؤمنين الذي رد السلام والإعانة بالبسملة ففي البدء بالأجزاء يترتب على القراءة من طريق روضة لابن معدل بإسناده إلى طيبة النشر من طريق الفيل والزرعان بدأ بالبسم الله واجبة قطع الأول ووصل الثاني نعم يترتب على قراءة من طريق الوضع في المعدل بإسناده إلى طيبة النشر بطريقي الفيل والزرعان على الله رب جوجا لله صلاة لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ومتصلا وسط يترتب على قراءتي من طريق الروضة لابن معدل
بإسناده إلى طيبة النشر من طريقي الفيل والزرعان وجوب مد المتصل التوسط. وقول الراجح في هذا المسألة إشباع ستة حركات. من الذي رجح؟ يعني شيخنا شيخ محمود صاحب الكتاب المنان إلى الهيا. واتبع زرعان. زرعان. ستقرأي بقصر المتصل من طريق زرعان. يعني ما كان فيه الفيل وزرعان سويا ما في مشكلة. ما كان فيه خلاف تقرأي بزرعان، لا تقرأي بالفيل. ليس بالفيل. ليس بالفيل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شئنا لرفعناه بها. الفيل وزرعان. الحكم الأول. الحكم الأول وجوب قصر المنفصل. في قبل. وجوب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما الحكم؟ اكتفي بالتسهيل. إبدال إبدال مع الإشباع. أحسنت. ما يشركون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. تشاجروا. طيب هذا الحديث يا شيخ صحيح أم ضعيف؟ نعم الحديث يا صحيح البخاري صحيح صحيح البخاري. فإذا انتقى في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Bagikan akal di tubuh umat. Jadi bagikan jika seseorang itu bagikan kita punya tubuh tapi kita punya tidak punya akal. Waalaikumsalam. استضافونا فيها في هذه فترة الدعوة التي قضيناها في مكسر، وكانوا خير عون للدعوة والحمد لله رب العالمين. نعم الإخوة كانوا، أسأل الله عز وجل الذي جمعنا هذا الجمع على غير موعد أن يجمعنا تحت راية الحمد يوم القيامة إن شاء الله راية محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الذكرى نذكر الأسماء. سيبنا عبد الرحمن أصلي جل رئيس أمو محمد أحيان. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا ويكون هذا الجمع إن شاء الله في الجنة كذلك. أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي بدون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. لحظة أرقية أرقية لحظة أرقية بسم الله أرقية من كل شيء من فيه كل أشياء طالعين الهامة كل عين اللامة وعين عاسد الله يحميك بسم الله أرقية
بسم الله أرقيك من كل شان يوديك من كل شيطان وهامة من كل عين لامة وعين حاسد الله يحميك بسم الله أرقيك قضيت إلى حسن الشريك في أهلك حمل خير الزرق فالحياة في صدري يزداد على الظلمة ألقى رشت بها في بحر الحاني ما بين أسام وماني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهد نهج المختار محمد كم دل على الخير وارشد كي ندرك بالهدي الحق كي ندرك بالهدي الحق في القلب مشاعر فيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام